طيب خلينا نبدا حلقه النهارده بالاطمئنان على تمرينه الفريق اللي بدات يمكن من دقائق بسيطه جدا. يمكن في غيابات في مباراه بكره، بعض العناصر الاساسيه قد تغيب، يعني منهم طبعا علي معلول، منهم منعم اللي بيحاول الجهاز الطبي والجهاز الفني ان هم يجهزوه ان شاء الله عشان ان شاء الله يبقى موجود مع الفريق في بطوله كاس العالم. هنستعيد جهود متولي مره تانية. خلينا نروح لنادي الاهلي ونطمن من زميلنا محمد توفيق على اخبار تمرينته النهارده، ومين هي او ايه هي ابرز الغيابات اللي هتكون موجوده بكره، ومين قد يعود لقائمه الفريق مره تانية. محمد مساء الخير واهلا بيك معانا. مساء الخير زميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا يا محمد، نطمن منك على تمرينه الفريق اللي عرفت انها يمكن لسه بدات من دقائق قليله، واتكلمنا على يعني اللمسات الاخيره اللي بيحطها مستر مارسيل كولر على الفريق قبل ان شاء الله مواجهه البنك الاهلي بكره. في البدايه احمد انا حابب اطمنك طبعا من كل جمهور النادي الاهلي على النقطه اللي كنت بتكلم فيها وهي نقطه الغيابات. يمكن علي معلول بالفعل غاب عن مباراه الغد باذن الله امام البنك الاهلي في اطار الجوله ال 15 من الدوري المصري الممتاز، ولكن علي معلول بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي ان هو سليم تماما، هو بس مجرد برنامج استشفائي حطه الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي ليه. طبعا ضغط المباريات، ويمكن علي معلول شارك بنسبه 100% من كل المباريات اللي فاتت، فحب الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر ان هو يريحه قبل طبعا رحله الاهلي ان شاء الله الى المغرب وكاس العالم للانديه ان شاء الله تقريبا، يعني السفر هيبقى لحد زي النهارده يا احمد، فحب ان هو يريحه قبل رحلة طويلة وبطولة مهمة جدا ويبقى فيها ضغط مباريات زي كأس العالم للأندية. ثاني الغيابات وهو ياسر ابراهيم اللي بيأدي برنامجه العلاجي والاستشفاء بشكل اكثر من رائع، ولكن هيكون خارج قائمه المباراه غدا باذن الله. اما عن العائدين بقى، انت اتكلمت عن محمد عبد المنعم في البدايه، فحابب اقول لك ان محمد عبد المنعم بالفعل شارك في التدريبات الجماعيه النهارده لاول مره منذ فتره طبعا لغيابه للاصابه، ولكن موجود النهارده في التدريبات الجماعيه، وجوده في قائمه المباراه من عدم وده طبعا قرار اصيل للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. اما طبعا عدد كبير جدا من اللاعبين زي ما انت قلت الحمد لله الفريق استعدهم، كان بيرسي تاو بقاله اكثر من يوم بيشارك في التدريبات الجماعيه من قبل ماتش الزمالك، كمان عمرو السوليه من الامس هو وسافيو موجودين الحمد لله في التدريبات الجماعيه وتحت امر الجهاز الفني، وكمان بالطبع محمود متولي اللي كان غاب للايقاف موجود في التدريبات. جميع اللاعبين باستثناء الغيابات اللي قلنا عليها احمد موجودين الحمد لله بيأدوا بشكل اكثر من رائع. يمكن الفريق على طول بعد مباراه الزمالك ما كانش فيه راحه، كان في تدريب امس كان ظهرا، يمكن الجهاز الفني كان حريص انه يعمل اجتماع على هامش المرام بوجود كابتن سامح حفيظ اتكلموا عن بعض الامور المتعلقه بالفريق فنيا وكمان اهميه المباراه قبل بدء رحله المغرب باذن الله وكاس العالم للانديه. النهارده التدريب يمكن سبقه محاضره فنيه بالفيديو للجهاز الفني استمرت اكثر من نصف ساعه، من بعدها على طول انتقلت التدريبات. يمكن كابتن سامح حفيظ كان ليه كلمه مع اللاعبين عن اهميه مباراه الغد، خاصه انها ثلاث نقاط مهمه جدا يا احمد لا تقل عن اهميه عن مباراه الزمالك الاخيره، خاصه زي ما انت عارف انشغال الجماهير نفسها مشغوله برحله الفريق كاس العالم للانديه، فما بالك باللاعبين اللي عندهم سفر بعد اسبوع على طول في بطوله كبيره زي كده. من بعدها على طول كان بعض التدريبات البدنيه ومن ثم تدريبات الكره، يعني وانا بكلمك حالا دلوقتي الفريق بيأدي اخر فقرات التدريب وهو التقسيمه اللي من بعدها ان شاء الله الجهاز يختار 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق الليله باذن الله باحد الفنادق القريبه من استاد القاهره ملعب مباراه الغد ان شاء الله باذن الله تنطلق في السابعه مساء. كل التوفيق للجهاز الفني واي عناصر يتم اختيارها تكون باذن الله في حالتها الفنيه والبدنيه المعتاده، وباذن الله النادي الاهلي يقدم مباراه كبيره وان شاء الله يختتم، يعني زي ما بنقول يعني نقف بقى نحط خط كده على الدوري ان شاء الله بعد مباراه الغد باذن الله يا احمد تكون باذن الله بانتصار ووصول للنقطه طيب. 37 وباذن الله بعد كده نفكر باذن الله خليني اسالك في مجد على تاني ومشوار تاني باذن الله. عايز اسالك على اسمين، الاسم الاول هو كهربا شارك في التمرين بشكل طبيعي بشكل عادي يعني والتمرينه كامله، وكريستو اخباره ايه؟ ويمكن الجماهير يعني ما اتيحش ليها الفرصه انها تشوف محمد داوي كريستو بشكل كبير، يمكن خد جزء بسيط من مباراه سموحه صحيح ظهر فيهم بشكل كويس، لكن من خلال متابعتك كمان ليه انت في انا عارف انك بتتابع التمرين على طول يا توفيق، تقول لي كده اخبار كريستو ايه ومدى انسجامه مع اللاعبين ومستواه اللي بيقدمه حتى لو في على مستوى التدريب يعني. بالطبع كهربا موجود امبارح والنهارده موجود في التدريبات، يمكن كان مع المجموعه طبعا الاساسيه عمل بعض التدريبات الاستشفائيه الخفيفه على هامش المران امس، ولكن بقيه فقرات المران كان موجود فيها وموجود النهارده في المران من اوله لنهايته. كريستو طبعا عايز اطمنك عليه، يمكن كريستو كان فيه اهتمام بالغ بيه من قبل الجهاز الفني قبل مباراه الزمالك كمان، ولكن طبعا انت شفت سير المباراه يا احمد، طبعا التغييرات اللاعبين اللي هيتم الدفع بيهم ده طبعا بيحددوا سير اللقاء. يمكن لو كان سيناريو مختلف عن السيناريو اللي شفناه كان هنشوف كريستو في التغييرات، ولكن طبعا هو عدم مشاركته كان بس لسير المباراة
المباراه ان الحمد لله كانت الامور ماشيه كويس بعد تغيير الشريف، انت بقيت في الكسبان 2-0 وبعد كده 3-0، فيمكن ما اخدش فرصه. يمكن كمان الجهاز الفني لما اتكلم في المؤتمر الصحفي بعد مباراه سموحه في الكاس اتكلم عن احمد نبيل كوكا انه ما خدش فرصته. انا عارف ان هو يعني في خيبه امل كبيره عنده، ولكن فرصته هو لسه لاعب صغير وهيشارك معاه في اللي جاي، فاعتقد ده كمان كان اخر تغييراته امام الزمالك هو الدفع باحمد نبيل كوكا، خاصه ان هو بيقدم بشكل اكثر من لاعب في التدريبات، فكان دي زي مكافاه ليه من الجهاز الفني. وتك لو السيناريو مختلف كنا هنشوف كريستو عايز اقول لك مندمج بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. اي لعيب بيخش يا احمد منظومه النادي الاهلي بتحس انه كان بقاله سنين في وسط اللاعبين، حاله من المسانده للعيبه الكبار، وكمان بقيه لعيب الفريق فيها مسانده كبيره جدا لكل الصفقات الجديده، كريستو او كمان مروان عطيه او خالد عبد الفتاح، يعني ما تحسش ان في لعيب جديد وقديم في الفريق، الفريق كله نسيج واحد الحمد لله، وده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي حد تاني. اعتقد ان كريستو ممكن نشوفه لو لبعض الوقت بكره لو كمان ما بداش بشكل اساسي، وباذن الله يكون ليه دور مع الفريق فيما هو قادم المباراه سواء في المسابقات المحليه او كمان بعد كده احمد، باذن الله عندنا كاس العالم انديه ومن بعد على طول دوري ابطال افريقيا والدوري. ان شاء الله كل اللاعبين الموجودين في قائمه النادي الاهلي يكونوا موفقين، وان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كمان يا احمد اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي في الجزيرة.